لابد أن نعلم أن كل ما بعد العهد عن زمن النبوة زاد الخطر. كنبياتين زمن جمرو إيراك زمن نبياتين عليه الصلاة والسلام بعسى براك قطر إنيا استعون درس بك براك قطر باتك علي شرك يبزع توحيد يطفى نو يرزو. قال عليه الصلاة والسلام يا الله ملاك تنيا بلوان فإنه من يعش منكم يعني نحن لديهم ما سرجع كنا أنت آدميو قويتو آدميو يمي شمدلنا يمي قويتو فسيرى اختلافا كثيرا يعني عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم بزوري النتا ناتشو فني كان بغرب الزمن وقعي على هسلام وقعي على درجت حتى وعفق أمره. ما الخلاص؟ ما العلاج؟ الذي مفتيه من النار نحن في خطر الآن. يا بطعم تلك عجاج علينا عندنا. قال فعليكم يعني إلزموا تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أي بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ يعني تتمسك بها بكل ما أعطاك الله من قوة. مفتوك الجهل والبعد قاية من أبكنا نبيات بنبربة سنة أطلق وما يعزنه نجينا قواتش جوال بقوال يقطر مقوية طلعشان منه. كل فرقة من الفرق الضالة تنتسب إلى إنسان غير معصوم والله ما لنهم بدن أفنقات بدن تولي تسيّم يمتقاو مريالو مدو تماما إلا من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم معصوم النبي عليه الصلاة والسلام بنبياتنا عليه الصلاة والسلام سنة أطرق ويالسكا هذه وتشاهدوا يميهدون متقوباتهم تبك بعضهم تماما وقال عليه الصلاة والسلام يا الله ملكتني صلى الله عليه وسلم عنده لعبه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء لا نعم الله سبحانه وتعالى قربة كعالم وسلب عن ذي مززات رقوعي وصدوما يقبض العلم بقبض العلماء يعني يموت العلماء الربانين يدعو الناس علما أمي وصدوا تككل الناس يوجن عالم وجب مجدل ثم ماذا يصنع فجاء من الدرجان يتخذ الناس رؤوسا جهالا لا علم لا عبادة لا تقوى لا كتاب لا سنة متهوكين حيارة سكارة مجانين ويعبدوهم ويتبعوا من دون الله فجاء سواج مريع درقوا يضوات شوال جاهل واتشين ابد واتشين مجنون واتشين سكاران واتشين من مما أوقت أوقت إلى اللاتشون بقى الناس ما يدرقوا يزواتشون ماذا يصنع هؤلاء؟ يفتون بغير علم كذابوا على الناس بيجيني ستعلوا يا لوقت فيضل هؤلاء نسأل العافية السلام النبي أصلاً بني ساتوث بيجيني أساس تعلوا إذا لابد أن نفرق بين العالم وهذا الذي يدعي العلم الجاهل لنوك قبالنا بل علم اللي يبرو على أكت موقعش علي مننا هاي. اليوم تكتلين عن ميك اليوم الفتوى عند من؟ من الذي يفتي الناس؟ بعض ساعات فتوى يلتك من قلم عنه من؟ كبار علماء؟ لا جوجل والله والله الذي يفتي الناس في هذه الأيام أكثر الناس جوجل صح أو لا؟ شاهد جوجل
وجوجل زنديق. وجوجل زنديق نوع. اسمع معي، أنت إيش تريد؟ السائل هذا إيش يريد؟ اكتب لجوجل جواز شرب الأدلة والبراهين على جواز شرب الخمر. جوجل قالت أي قوسي ألا متتات أسكاي نجر متتات من النوبلة أي قوس. إيش يقول لك جوجل؟ جوجل ما استطاع يسرد لك مليون دليل على جواز الخمر. والله زنديق ما ترجع عند زي يقول أقول لها زهق بالله ما تطلع من دمجات. إيش تريد؟ أكتب الأدلة. والله لو تكتب لجوجل تجد أدلة، الأدلة على أن إبليس ليس في النار، يكتب لك أدلة أنه ليس في النار. والله. وبعد هذا نستفتي جوجل. إبليس من دنا وبلا بتايكو إبليس يا ساتر لم نو بلا بتايكو إبليس يا ساتر لم يميل زرقف قف يا رجل لا شهوته شهوته. كتبت له يوم من الأيام، أنا كتبت نعم أنا راسي صفية شروت أبو بكر الصا كتب وعمر وبدأ السب. جوجل يسب وحده، أنا لا، لأنه يكمل لك الضلال أحيانا. والله أبو بكر وعمر يبدأ السب في الناس اللي بوضع. مشكلتنا في هذه الأيام حب الاستطلاع. حب ايش؟ حب لمين؟ الاستطلاع. زاري من شكراتشين بطايبالين طايب. من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه، هذا الحديث. نبياتشين قل من دنو يالو اسلمنا وطو مسلمنا تيمو ومقالتو يالا اسفلنا جيب اقل القفاق ومطالب. يفتح جوجل او يوتيوب ويقوى قلي كفتان ويهونا من دل... أو يوتيوب من المهم يوتيوب. أنت قول اللي قاله هذا. نعم. فهو في اليوتيوب إيش يأتي؟ نعم. ماذا يأتي؟ ماذا يأتي؟ من دل... يأتي مثلا التسجيل مع الخوارج. كخوارج قارئ تطافيا. فإيش يصنع هذا مسكين؟ يعني مسكين من دنيا جنيان. يقول أريد أشوف ما هذا. حب الاستطلاع. يعني يبقى عمرو تصلك. يدخل. يقرا. تأتي الشبه. هذا الشبه هاي ثلاثة دالي زرقة. هذا أكبر إشكال عندنا. هذا الانفتاح اللي تراه الآن. زاري قط من مشكلة مكرا هاي نتنا. والله هذا كان لا يصنع أئمة السلف، كانوا لا يصنعوا هذا. أئمة السلف علماء ربانيين ما كانوا يصنعوا هذا. سلف علماء جاتشين إهنا لنا تعتقدكموا ما نصرفه. كان يمر الواحد من علماء السلف يمر في الشارع برجل من أهل الباطل. سلف عليم بمن قد عرفوا سهاد باند تماما سوء عرفوا يهدى. عندما يمر هذا العالم ويرى هذا من أهل الباطل يضع أصبعيه في أذنيه. تماما مريشة يونا يقضي جرون يارقون برميه واتفو عاطم تجرون واتفو. يقول له هذا من أهل الباطل، يقول اسمع مني كلمة. كان يبقى كان نجر عدم بني سماني نوعد. ما المشكلة في كلمة؟ عندي قالتنا بالسلامين. هذا العالم يقول ولا نصف كلمة. يا نقر قمناش نقر نسمع الفلق منك. وبعضهم كان يقول لي هذا امسك الشمس، يعني ان استطعت ان تمسك الشمس اسمع منك، غير هذا انا لا اسمع. عند سلف واش من يلو نبر صحي ما قم كشف استبلا قم ما تلو اني منم انت لانت دمت اسات ما قم الهم يلو. لكننا في هذه الايام نسمع لكل ما هب ودب، حتى نسمع لأناس لا ندري هل هو ما يعرف أصلا جوجل أنه من أهل الإسلام أصلا. زارقين يطهون كلها يتطرعون كلها
እንከተላለን ጎግል ገብተን ጎግል ተናገረ ብለን ጎግል ማንነቱ አይታወቅ هل سمعت يوما من الايام ان احد من العلماء تخرج من مدرسة جوجل يا اخي فهمهم يا رجل عنده تسلف وتوطى شخره سو مكتلو كوجل تمر وشخره برو امام تاقالاتو لا ايتاوق هل سمعت يوما من الايام ان الرافض للاسلام نصر رافضا ببالوت بطعام تحرسنا وطناتشو لا اسلمنا اندو ربو سيبال سمع اللاتشو إذن مكان العلم هو المساجد يا علم مما لعو مسجد ليلو مكان الفتوى هيئة كبار العلماء فتوى يميساتوت نذيات على اللاك علموات شتاوهوت علموات ناتشو لا تسمع أتسمع لا تنظر أتملكات لا تتكلم أتناقر إلا بمكان عليه السلف سلف وجه بتناقر وتقوثانجير إلا وتتناقر تسلم نجال وتتفلق علم وقت الله وحكمة حكمة وبالله وسلامة دهنام أما طريق الخلف نسأل العافية والسلامة كسلف وشبو على يمطوط خلف بلالو الله يتبقن لنا وأنا قلت لكم والله لا ترضى في العقيدة إلا لكبار العلماء الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين رحم الله الجميع لا تسمع لا ترضى ولا تقبل في المعتقد إلا فتوى لبن باز بن عثيمين رحم الله الجميع لا عقيدة مهنة لمن يوم عند الشيخ حسين عند الشيخ بن باز خلينا نجي كريرا أتكبر